بسبوسه بلا كريم كتجي بنينه وما تشبعوش منها، وبمكونات سهله وسهله التحضير، وغتعجبكم وغتعجب وليداتكم ان شاء الله. بسم الله. بيضه وحده، كاس الا ربع ديال السكر، غادي نضربوا البيض والسكر حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كاس الا ربع ديال الزيت المائي، وكنبقاو نضيفوا لها الزيت بشويه بشويه. غراف ديال الريبي، ساشيه ديال الفاني، كاس الا ربع ديال الماء، جوج كيسان ونص ديال السميده رقيقه، جوج خميرات ديال الحلوى، وكنخلطوا كلشي وكنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق. في المول اللي غطيناه بابي كويسون كنكبوا نص ديال الخليط، وكنحاولوا نسرحوها وكندخلوها للفران على 150 درجه. كاس ديال السكر وجوج كيسان ديال الماء، كنقطعوا الليمونه ديالنا على هذا الشكل هذا وكنرميو فيها، وكنردوها فوق البوطه حتى يذوب السكر ديالنا. بعد ما طاب السيرو ديالنا غادي نخليوه يبرد وعاد غادي نستعملوه. بعد ما كطيب الطبقه الاولى على هذا الشكل هذا كنكب عليها كاس ديال السيرو اللي صايبنا، نسيطرو حليب، جوج معالق مايزينا، معلقه عامره ديال الدقيق فورس، ثلاثه د المعالق كبار ديال السكر، ساشي وحده ديال الفاني، كنخلطوا كلشي وكنردوا فوق بوطه تكون مهيله مع التحريك حتى يعقد الخليط ديالي. بعد ما كتكون الكريمه ديالنا واجده كنكبوها على البسبوسه اللي خرجنا من الفران وهي سخونه، وكنخليوها حتى تشد راسها شويه، وعاد كنكبوا عليها البسبوسه اللي بقات لينا مازال. كنحاولوا نسرحوا الخليط ديالنا فوق لاكريم اللي شدات في راسها، وكنحاولوا نخليوها مسرحه ومقاده. ودابا غادي ندخلوها للفران على 150 درجه حتى تقرب الطيب، وعاد نشعلوا لها الفوق باش تحمر. بعد ما طابت كنكبوا عليها السيرو اللي بقى لينا وهي سخونه، وكنحاولوا نحركوها باش تنزل السيرو ديالنا لتحت، وكنخليوها تشرب السيرو ديالها مده ساعتين ديال المكانه. بعد ما كتكون شدات في راسها وشربات السيرو مزيان كنقطعوها مرسوات على الشكل اللي بغينا، وكنحطوها على طبق التقديم، وكنرشوا عليها شويه ديال الكوكو، وكنزوقوها بطريفات ديال الليمون، وفاش كتزوق كتجي على هذا الشكل هذا. وبالصحه وراها، ونتمنى نتلاقى بكم في الباج ديالي على الانستغرام.